من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. سادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الثامنة يتغير الطفل كعادته في التغير بين سنة وأخرى، تتطور نظرته إلى العالم وإلى ما بعده. في الثامنة يبدأ مع الطفل الخوف من الموت مثلا. في هذه المرحلة العمرية الفضيلة هي الطاعة والانصياع، أن يسمع أنه عاقل، أن يمدح، أن يستحسن فعله. حتى إذا بدأت علامات البلوغ تظهر على جسده تأثر عقله، إنه يتحرر، يشعر بضرورة أن يحاكم كل شيء تلقاه حتى العقيدة. الطفل في سبعته الثانية دقيق وحساس، فماذا قالت مدرسة أهل البيت عليهم السلام بهذا الصدد يا ترى؟ يسعدني أن أستشير في هذا العزيز الشيخ مهدي أبو زيد، مضيفي في هذه السلسلة. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. العمر دقيق، عمر الطفل دقيق. وفق التقسيم الحديث للعمر هناك أكثر من مرحلة في السبعة الثانية. كيف أمرتنا أحاديث أهل البيت أن نعامل الطفل في السبعة الثانية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين، الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله، اللهم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصديقين. السلام عليكم على المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبق لنا الحديث عن السبعة الأولى من حياة الإنسان، وهي المحطة الأولى من المحطات التي يوكل للأهل أمر متابعة الطفل. ولا ندعي فيما مر أننا قد أحطنا بكل جوانب ما ذكره أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم من التعاطي مع الطفل في هذه السنين الأولى، وهو الحال فيما سنتعرض له بالنسبة للسبعة الثانية أيضا. استطعنا شيخنا، ولكن نحاول قدر المستطاع وقدر المتاح من الوقت أيضا. نعم. ولا هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل كثير، وبحد ذاته ومشروع يحتاج فيه الإنسان أن يقف عند كل فاصلة من الفواصل. نعم. على كل حال، ونحن نقف عند هذه السبعة، لا بأس من التذكير بالحديث الوارد عن أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم في هذا التقسيم ولحاظ هذا التقسيم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لاعب ابنك سبعا، وأشرنا إلى ذلك، وأدبه سبعا وهي ما نحن فيه اليوم، وصاحبه سبعا، ثم أترك له الحبل على الغارب. هذه رواية واردة عن رسول الله. في الرواية الواردة عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين يقول: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به. فإذا المحور الأساس في هذه السبعة التعليمية هو ما يلحظ فيه المنفعة للإنسان في علاقته مع الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى. لا تغلب عليهم المرجئة برأيها. فإذن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه يريد من هذا المكان أن يشير إلى أن ترك الوعاء خال هو عرضة لأن يمتلأ بشيء فيه من المردود السلبي على الإنسان. أحسنتم. وأيضا عن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه يشير إلى هذه المرحلة فيقول: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. يعني هنالك استعداد محض للتلقي، فمطلوب من الأهل من المعنيين بإدارة شؤون هذا الولد، خاصة الأهل باعتبار أنه المعني الأول، أن يلتفتوا إلى هذا الأمر. ورد بمضمون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدة روايات عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام باختلاف في المفردات، ولنا حاجة في
أن نتعرض لهذا الاختلاف باعتبار أنه يفيدنا في التعرض إلى ما تفضلتم به من موضوع أنه هذه السبعة أيضا ربما يكون لها مستويات من التعاطي. بالضبط. يقول مولانا الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب سبع سنين، وهذا أيضا ينسجم مع لاعب ابنك. الرواية النبوية كانت بلسان لاعب. مولانا الإمام الصادق عليه السلام يقول دعه يلعب، يعني في محل آخر أنه له فسحة في الاستقلالية في اللعب، يفعل ما يشاء. وألزمه نفسك سبع سنين. وهنا نفهم أن مقصود الرواية النبوية بأدبه سمعا أن يكون هذا الأدب من خلال ملازمة الأهل، من خلال ملازمة المعنى الأول بما يراد لهذا الطفل أن يصغى عليه وله. فإن أفلح وإلا فلا خير فيه. إذا طبعا هذه الرواية اقتصرت على مرحلتين، على سبعتين، باعتبار أن السبعة الثالثة هي مرحلة البلوغ الشرعي، والذي يعبر عنه بمصطلحنا الحالي هو فترة المراهقة، لكنها في الحسابات الشرعية مرحلة بلوغ، باعتبار أن الإنسان في هذه المرحلة كما سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى هو في مرحلة تكليف وخطاب التكليف، سن التكليف. نعم. في النص الثاني الوارد عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه يقول: الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين. إذن أدبه سبعا، ألزمه نفسك سبعا، يتعلم الكتاب سبع سنين، هذه لا زالت في هذه السبعة. يعني ثلاث مفردات تشير إلى ثلاث أنماط من التعاطي في نفس هذه الفئة العمرية. ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين، مرحلة التكليف التي لا يزال فيها الإنسان تحت وصاية الوالدين في هذه المرحلة الأولى من العمر، والتي قلنا أنها عبارة عن ثلاث محطات. فإذن هذه المرحلة تختص بأن يختلط القرآن بلحم الإنسان ودمه، وربما يكون المقصود منها يتعلم الكتابة أيضا في هذه السنوات. شيخنا، نستطيع أن نجمعها وكأنه يقول أدبه بالقرآن ملازما إياه، أنا جمعنا الحديث الثلاثة معه، وليس فقط أدبه ملازما إياه، لأن الولد في هذا العمر يرى قدوته في أهله. نعم. فإنه يأخذ منهم من التعليم اللامباشر أكثر من التعليم المباشر. نعم. بمعنى أن الولد يحسن الاصطياد، وأي حركة تصدر من المحيط هي بحد ذاتها مدرسة. لذلك الروايات الشريفة تريد أن تقول للأهل أنه عندما تتعاطون مع هذا الولد هو أولويتكم بالدرجة الأولى. يعني عندما يقول الإمام عليه السلام ألزمه نفسك، يعني فليكن لازما لك، ملازما لك. والتلازم يقتضي في كثير من الأحيان عدم الافتراق إلا في الموارد الضرورية، وهذا التلازم يقتضي الانتقال التلقائي للخصوصيات من جيل إلى جيل، من الأب إلى الولد. وهذا في غالبه لا يحتاج إلى تلقين لفظي، وإنما بالمعاملة، موضوع لا تسرق، لا تكذب، لا تعد فلا تفي، لا إلى آخره من اللاءات، وموضوع حسن الصحبة وحسن العشرة ومعاملة الناس والأمانة، وهذه تطبيقات عملية يتلقفها الولد من دون أن تخبره عنها. بل قد لا يدرك معانيها أصلا ومفاهيمها الحقيقية، يدرك المعنى بس لا يدرك أن هذا المعنى ينطبق مع هذا المفهوم وبالتالي هذا الأداء، وإنما هو يدرج على ذلك بشكل تدريجي عملي بصرف النظر عن النظري. هناك كليات كثيرة لا يدركها الطفل في هذا، ولكن يطبق. نعم. يطبق ويلتزم يشعر شيخنا بالغبطة لأنه يلتزم، إضافة إلى أنه أيضا يقلد. نعم.
يعني يقلد إيجابا وسلبا. الإنسان حيوان محاكم شيخنا تربويا هكذا. تربويا هكذا. لذلك ألزمه نفسك باعتبار أن أصدق من ينبغي أن يكون صادقا مع الطفل هو الوالد. نعم. يعني هو الأهل. صحيح. لذلك هم أكثر الناس حاجة في أن ينتجوا شخصا متميزا. لذلك في تعاطيهم مع ولدهم ربما يكذبون على الناس، ربما لا يصدقون، ربما لا يفهم بالوعود، ربما يعتدون، ربما يغصبون الحقوق، لكن عندما يأتي الأمر إلى الولد يريدون له أن لا يكون كذلك. الإمام عليه السلام يشير إلى بعد ذا وجهين من التربية. عندما الإمام يرشدنا إلى أن يكون الولد ملازما لنا في هذه الفترة، هي تعود بالنفع على الولد باعتبار أنه لا نطعمه لقمة مسمومة من جهة، وبالتالي هو نوع من الانضباط الشخصي أيضا. فنفعه على الجهتين. أيضا يشير مولانا الإمام الصادق عليه السلام إلى الرواية: من علم ولده القرآن دعي بالوالدين فكسيا حلتين. هذا على المستوى الأخروي. فإذن القرآن هو واحد من المحطات الأساسية والبرامج المهمة الضرورية التي ينبغي أن تكون من تلك السلة التي ينبغي للناس أن تتعاطى على أساسها. وأيضا عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام: علموا أولادكم السباحة والرماية. المهارات الضرورية في الحياة الآن ربما نقول أيضا في رواية وركوب الخيل. لذلك موضوع قيادة السيارة مثلا، موضوع السباحة، موضوع الدفاع الشخصي وما إلى ذلك، هذه من الموضوعات التي تعتبر من الاحتياجات التي يحتاجها الإنسان، يعني أن يكتسب مناعة وأن يكتسب مهارة للعيش، مهارة تفيده في حياته الطبيعية بصرف النظر عن الوظيفة والمهنة التي سيتعلم. شوف إلى الآن لا زال الكلام في الحصانة الذاتية. نعم. يعني لم نخرج إلى مستوى تعليم المهنة والمصلحة. بالضبط. إلى الآن لازلنا نعتني ببناء هيكلية ذاتية للشخص. طيب لو احتج علينا بعضهم وقال الطفل لن يفهم القرآن كما نريد له أن يفهم في هذه السن، ماذا نقول؟ ماذا نرد عليه؟ كما قال الإمام الخميني قدس سره لولده في رسالة، قال له: إن البعض يقول أن مجرد قراءة القرآن من أجنبي عن اللغة قد لا يعود عليه بالمردود الذي ينبغي. وأنا أقول لهم في ذلك أنهم مخطئون، لأنه ما قصد القرآن قاصد إلا وخرج بنتاج، كل بحسبه. لكن نفس التماهي والانسجام مع القرآن والاعتياد على أن يرتاد الإنسان هذا النبع سيخوله مع الوقت أن يكون القرآن موردا ومصدرا. أما إذا استطاع الإنسان أن يبني حياة وإن كان فيها من التطبيقات القرآنية لكن دون الرجوع الفعلي إلى القرآن الكريم، ربما سيتبادر ويتبانى في أنه يستطيع أن ينسج حياة فيها ما يسد الاحتياجات أصلا بدون حاجة إلى القرآن. إذن بعد العود إلى القرآن مردوده ليس ربما قد لا يؤثر في السنين الأولى، وإنما سيؤثر فيما بعد. لذلك هنا قصة لطيفة فيما يعني موضوع القرآن طالما أن نتحدث عن القرآن، أن أحد الأشخاص وكان يعمل بإنتاج الفحم سأله ولده يوما أنه: ما الفائدة من القرآن، من كثرة تلاوتك للقرآن، طالما أنك إلى الآن لم تحفظ منه شيء؟ فقال الوالد: أنا أجيبك على هذه المسألة، ولكن أريد أن أكلفك بتكليف تقضيه لي ثم بعد ذلك أجيبك على السؤال. نعم. قال: لك ذلك. يعني ليست معرفة مجانية وإنما لابد من ضريبة لها. نعم. فقال له: هذه السلة التي ننقل فيها الفحم للناس أتعلم أين هي؟ قال: بلى. قال: خذها واذهب إلى شاطئ النهر واملأها لي ماء وآتني بها. قال له الولد: وكيف ذلك؟
يعني كيف للسلة وأن لها أن تحمل ماء؟ قال افعل، هذا التكليف. فذهب فملأ السلة ماء، ثم جاء في الطريق ما في ذا الماء كالعادة، وصل إليه ولا ماء فيه. فقال له الوالد اذهب مرة أخرى إلى ضفة النار نهر واملأها ماء. فذهب هذا الولد ثانية إلى ضفة النهر وجعل الماء في السلة ومشى، ثم لم يلبس قليلا إلا وقد نفد الماء، فوصل إلى الأب ولا ماء في السلة. قال اذهب ثالثا، وهكذا إلى 10 مرات. فقال الولد للأب أرأيت إن نقل الماء في هذه السلة أشبه بقراءتك القرآن، لأنه لن يصل أبدا هذا الماء إلى هذا المكان. فقال له الأب ولكن لم تلتفت إلى مسألة، انظر إلى داخل سلة الماء، إلى داخل هذه السلة وتأمل جيدا، هل هذه السلة لا زالت على حالها كما لو كانت أولا من دون أن تقارب الماء؟ فنظر الطفل إلى السلة ليجد أنها باتت نظيفة، نعم، وإن كانت لم تحمل ماء ولكن آثار الماء قد أثرت فيها. أحسنت، جيد. كذلك جميل. الحال هو بالنسبة للقرآن الكريم، نعم. لذلك الرواية تشير أنه ما جلس إلى القرآن أحد إلا خرج باثنين، زيادة في علم ونقصان في جهل. صحيح. هلا مقدار الزيادة ومقدار النقصان حسب موضوع القرنية. نسبي، نعم. لكن لابد من ذلك، لابد الإنسان أن يصل إلى ذلك الموضوع. فإذا وفي رواية أخرى عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام يقول الولد سيد 7 سنين. فإذا هذه مرحلة الأولى التي هي يلعب دعه إلى آخره، هو سيد وهو عبد في 7 الثانية، بمعنى أن له القابلية والقدرة على أن ينصاع وتستطيع أن تتحكم به كيفما تشاء. فعلا. لذلك في خلال هذه 7 يمكن أن تصوغ هذه الشخصية. ثم يقول الإمام عليه السلام ووزير في 7 الثالثة. في مرحلة التناصح وثقل الشخصية وإعطاها الحيثية الاستقلالية لا تستطيع أن تبني ثقة متبادلة إلا إذا جعلت الإنسان في مقام الند ومقام الاستشاري، وهذا يبني شخصية جميلة صحيح وتعطي ثقة وتعطي نضوج وإلى آخره من الأمور. فإذا إذا جئنا إلى هذه الروايات واستعرضنا 7 الثانية فيها، سنجد أن المفردات أدبه وألزمه نفسك وعلمه الكتاب مع تعليم السباحة والرماية وقراءة القرآن، وأنه عبد في هذه 7. تجد أن الجميع يصب في خانة واحدة، هو أن هذا الولد في هذه 7 تستطيع أن تصوغه كيفما تشاء من دون حسيب ولا رقيب، لك كل الصلاحية في صياغته وستخرج قطعة كما تريد. فإن كنت تريد لهذه القطعة أن تكون قطعة نادرة مرضية لله سبحانه وتعالى محبة لله ورسوله فستوفق، وطبعا ستوفق نتيجة ما قدمت، نتيجة ما غرست. وإن لم تفعل ذلك فإنها ستكون صياغة تتناسب بما بذلت من جهد. لذلك على الإنسان أن يلتفت أن هذا العمر هو من أدق الأعمار بالنسبة لأبنائنا. بالضبط، هنا المسؤولية الكبيرة شيخنا على الأهل. ومع الأسف نحن نتعاطى بشكل عكسي مع هذه الفترة من الزمن، بشكل عكسي، بشكل عكسي، ونحول 7 الثالثة مكان 7 الثانية في التعاطي، وكثيرا ما نقع في فشل ذريع. يعني نحاول نتغاضى عن هذه 7، لأننا نصب الاهتمام في تعاطينا مع أبنائنا على جنبة بسيطة من الجنبات التي ينبغي أن نراعي، على جزيل وعظيم ما نبذل من جهد نصب اهتماما باتجاه وجهة ونترك كل الفقرات
والمحطات الضرورية الأخرى بحيث يكون الولد أحادي الجانب. لذلك تجد في قسم من البيوت بمقتضى التربية أن هذه السبعة على مستوى الصبي والبنت فقط لا يوجد شيء إلا موضوع المدرسة، هو غير مطالب بأي شيء سوى البرنامج المدرسي، وهذا البرنامج المدرسي يصب في خانة فقط أن يوصله إلى مرحلة تؤهله ليكتسب حرفة، ليكتسب دنيا، ليكتسب حياة كما نقول حياة فيها من الكرامة والاستقلالية. وكل جانب آخر مطلوب وضروري في حياة هذا الإنسان لا نلتفت إليه، وهذا ما يجب أن نركز عليه، ولذلك نحن نتعرض لأجل ذلك. أحسنتم. إذن بعد الفاصل إن شاء الله نكمل ونتابع في هذه القضية الحساسة شيخنا في السبعة الثانية من عمر الطفل. سادة الأفاضل لن نطيل عليكم إن شاء الله، نتشرف بمتابعتكم. روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه عز وجل والمعونة على طاعته، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه متاب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما زلنا ضيوفا للشيخ مهدي أبو زيد يحدثنا عن الطفل في السبعة الثانية. يكاد لا يكون دائما طفلا شيخنا في السبعة الثانية، وكأنه ما بين الطفولة والشباب، عمر الطفولة، عمر محير حقيقة. تفضلتم وقلتم نخطئ نحن الأهل عندما نركز في السبعة الثانية على العلامات المدرسية، على المدرسة، على وضع الولد في مدرسته، وكأن الدنيا أولها وآخرها في البيئة المدرسية وفي التحصيل العلمي، وقلتم هنا مكمن الخطأ، وهذا ما سأستمع إليه منكم في هذه الآونة. تفضلوا شيخ. إذن المفردات التي طلعناها في سياق هذه الروايات ذات المضمون الواحد تقريبا تفيد أن هنالك مجموعة من التكاليف في عهدة الأهل، واحد منها أن تعلمه الكتاب. تعليم الكتاب مفردا من المفردات وتكليف من التكاليف الكثيرة الموجودة في هذا العمر. هذا العمر هو عمر يستوعب كل شيء وقابل لأن تغرس فيه نواة كل شيء، بحيث أن نواة التربية الإيمانية تتحقق في هذا العمر، نواة التربية الاجتماعية تتحقق في هذا العمر، نواة التربية الفردية تتحقق في هذا العمر، نواة التثقيف والتعلم أيضا تتحقق في هذا العمر. لذلك عندما أصب يعني الآن تجد أن أهلا مثلا ليس لهم من برنامج في حياتهم خلال التسعة أشهر المدرسية سوى موضوع التعليم ولا أي شيء آخر. يعني حتى إذا قلت مثلا اصطحب مثلا ولدك إلى المسجد أو لا عنده درس، طيب خذ ولدك مثلا إلى احتفالية معينة لا عنده درس، اليوم يصادف ولادة مثلا الإمام المعصوم لا عنده درس، فإذا كل شيء في خدمة الدرس، مع العلم أن هذا الدرس كل هذا الجهد وهذا البذل في هذا الدرس ربما لا يصل إلى شيء، حتى أنه ربما لا يصل إلى الدرس أيضا، وهذه مشكلة موجودة. في حين أن موضوع الدرس والتعلم له حيز من هذه التكاليف من جملة التكاليف الموجودة. لذلك علاقة الإنسان الاعتقادية، وإذا تتذكرون أننا في يوم تحدثنا عن جملة محطات يرعيها الأهل من لحظة دخول الطفل إلى الدنيا مرورا بثلاث سنوات وصول إلى الثلاث سنوات وسبعة أشهر وكذا يوم إلى آخره، إلى أن
يبدأ بالتعليم على الصلاة. صحيح. وقلنا أنه في السن العاشرة يضرب عليها. نعم. لأنه بات يعي أن هذه الصلاة صلة، ويدرك أن هذه الصلاة فرصة للتقرب إلى الله، وبدأ يستطيع أن ينسج علاقة مزدوجة بين عالم الملك وعالم الملكوت. نعم. يعني يستطيع أن يميز بين هذا الواقع المادي الدنيوي الذي نعيش، وبين الهدف الذي نحن لأجله في هذه الدنيا. لذلك الأهل في كثير من الأحيان في بدايات السابعة، هذه الأسئلة المشروعة التي يطرحها الأبناء: من أوجدنا في هذه الدنيا؟ ولماذا نحن هنا؟ ما هو المطلوب منا؟ وكما تفضلتم، يخاف من الموت، أنه إلى أين أننا نحن نذهب؟ هل الموت فناء؟ هل الموت اضمحلال؟ هل الموت انتهاء قصري للوجود؟ أم الأمر مختلف؟ لذلك عندما يقول أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليهم: علموا صبيانكم من علمنا. صبي هو هذا التعبير عن هذه المرحلة العمرية. هذا الصبي أو الصبية ينبغي عليه أن يجلس على مائدة مدرسة أهل البيت، كما ينبغي له يتعرف على التاريخ والجغرافيا وعلم الكيمياء والفيزياء والطبيعيات. عليه أن يبدأ بالقرآن قبل أن يبدأ بأي شيء آخر. عليه أن يحسن الخطاب فيما بينه وبين الله. وكيف يمكن للإنسان أن يفعل ذلك إذا لم يكن قد علم الله سبحانه وتعالى بالمقدار المستطاع؟ وهذا الأمر يستدعي ممن طلب منهم أن يلازم الطفل أن يكونوا بهذا المستوى. لذلك تجد أن هذه الأسئلة المشروعة لدى أبنائنا للقصور الموجود عند الأهل يصدون الأبناء عن معرفتها، وهذه مصيبة شيخنا، بل ويهددونهم ألا يقاربوا ذلك. وهذا يعني أنهم أقفلوا على باطن هذا الطفل، على فطرته، أقفلوا عليها بمغاليق ربما لن تنفتح بعد ذلك أبدا، ومحاذير ربما لن يمكن للإنسان أن يتجرأ على إبرازها في أي مكان آخر. والحل أن فاقد الشيء لابد أن يحصله أولا ليعطيه، ثم يأتي ليعطيه. نعم. لأنك أن تكون قدوة وتكون في حالة الخواء هذه كارثة. إذا الولد تلمس أن قدوته لا يملك شيئا، ستسقط في ذهنه كل قدوة في المستقبل. صحيح. لذلك مطلوب منك أنت في مرحلة سابقة أن تجلس وتحصل الأجوبة، كما نقول بالنسبة لنا كمكلفين. نعم. نحن كمكلفين مطالبون في الخطوة الأولى للحياة الأخروية بمجموعة من المساءلات. صحيح. هذه المساءلات نقول نحن بدوا لابد لنا أن نعتاد عليها وأن نحقق أجوبتها والأدلة عليها والبرهنة عليها، حتى إذا سئلنا عنها ثمت نستطيع أن نجيب. يعني عندما يأتي منكر ونكير، من ربك ليسأل كل مكلف عن هذه المفردات، لابد أن تكون حاضرة. صحيح. حضورها في حياتنا أحوج من حضورها في القبر. يعني نحن أحوج إلى استحضارها حال الحياة، لأنها تنعكس حضورا تلقائيا في القبر. لأنه عندما أدرك أن ربي الله وأعلم من هو الله سبحانه وتعالى، وأنه مجمع الجمال والجلال، وأنه الكمال المطلق، أستطيع عند مخاطبة الطفل أن أقارب له بعض المقاربات. لأنه حتى على المستوى العلمي، نعم، الأمور المعنوية لا يستطيع الإنسان أن يلبسها لبسا ماديا في كل حين. صحيح. لكن يمكن أن يقاربها بالتشبيهات. نعم. لذلك بعض المؤسسات تنشئ دورات تثقيفية سريعة وقليلة المدة لأجل هذا الخطاب والتعاطي مع الطفل. لذلك تخويف الطفل
من رموزه التي ينبغي أن يحبها هذه كارثة. تخويفه من الرموز التي ينبغي أن يحبها. أن يحب هذه كارثة. يعني بدلا من أن يحب الله سبحانه وتعالى. يعني عندما أقول للولد لا تفعل كذا الله يخنقك مثلا. هذا في منامه قبل أن ينام في لحظة الخلود للنوم يتصور أن هنالك حبلا منزلا من السماء يريد أن يتعرض له بالسوء. نعم. وهذه خطوة غير جيدة. طبعا. عندما نخيفه من أستاذه من البيئة التي تريد أن تبد له يد العون لتنتشله، نحن نحطم بثقافتنا الضيقة، بفأس ثقافتنا الضيقة، تلك المثل والقيم في ذهنه، ليبيط الطفل في حالة حذر شديد من كل شيء. فإذا كانت القيم بهذا المستوى من الفظاظة والفظاعة، فكيف بالآخرين؟ وهذا مطلوب من الأهل أن يتعلموا عليه، وهذا ضروري. أن شيخنا عندما تقولون أن يتعلموه، هذا نقطة أساسية يجب أن نعترف نحن الأهل أننا بحاجة إلى تعلم التربية. يجب أن نعترف أننا مسألة طبيعية. يعني التربية ليست أمر أن أنجبت ولدي وأنه فيما بعد بكلمة ليس حق أو صرخة التجارب. أو ليس الولد ليس حق التجارب. الولد أمانة بين أعناقنا، في أعناقنا وبين أيدينا، لنوصل إليه الأفضل. وإيصال الأفضل إنما يكون عبر أن يستخدم الإنسان التجربة في مرحلة سابقة. شيخنا، هل ترون وجوبا شرعيا على الأهل أن يتعلموا ما يجب أن يتعلموه من أجل تربية أطفالهم؟ يعني الضروريات في الأحكام الفقهية يشيرون أن تعلم الضروريات واجب، وتربية الطفل من الضروريات، يعني فيها أشياء من الضرورية. الإمام الخميني قدس سره يرى أن موضوع إيكال تعليم المرأة أن تعلم الطفل يجعلها بمثابة القرآن. صحيح. يعني هي منهج عملي. نعم. نعم. في كل حركتها ينسجم ويستفيد الطفل. فإذا هي من الخطورة بمكان. لذلك أنا قلت في أكثر من مكان لإخواننا الأعزاء أنه عادة الرجال يتسنى لهم فرصة أن يتعرضوا لبعض الحلقات التعليمية المختلفة والمتنوعة. صحيح. صحيح. لكن هذا الموضوع قد يكون مفقودا بنسبة ما بالنسبة للنساء والأخوات. نعم. لذلك قلت لهم حفاظا على أسركم يجب أن تروا أن هذا الأمر أكثر ضرورة لأهليكم منه لكم. نعم. لأن فقدانه لديكم يسبب لكم ضررا جزئيا على المستوى الفردي، ولكن فقدانه لدى الأم لدى المرأة سيؤثر خللا تربويا على مستوى الأسرة. نعم. وبالتالي على مستوى المجتمع. صحيح. صحيح. لأن القاعدة تقول أن فاقد الشيء لا يعطيه. طبعا. هذه المرأة التي تجلس في دارها فتتقلب بين أحضان المسلسلات، بين مكسيكي وتركي وعربي على تنوعه وأجنبي، هذه عندما تريد أن تعكس ثقافة في منزلها ستكون هذه الثقافة. هذا فضلاً، لأن هذا ما تملكه. طبعا. هذا فضلا عن الأخبار الزائفة، العلم الزائف الذي نتلقاه بوسائل التواصل، بالإضافة إلى هذا الزيف الزيف التقني المدروس الذي يدس لنا كجرعات. نعم. فلذلك علينا أن نملأ الكوب الذي خولناه بما هو مفيد لنطرد كل ما هو زائد وشاذ وغير لطيف. الخطوة الأولى أن نتعلم ما هو الطفل، الخطوة الثانية أن نتعلم كيف نكون أهلا، أن ندرك هذه الأمانة. نعم. حتى على مستوى التسمية، مدرسة أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم ربتنا على أن الاسم له علاقة بالمسمى. نعم. يعني الاسم له مدخلية حتى في صياغة الشخصية. لذلك الرواية النبوية التي تشير أنه إذا وعدتم الأبناء ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. نعم. فذا موضوع الوفاء للولد تكليف نبوي وتربية. لذلك تجد بعض الأحيان هناك قصة تروى على مستوى جمع الروايات والأحاديث النبوية، يقولون أن أحد الأشخاص الذي كان منشغلا في جمع
التراث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم أن هنالك في مصر هنالك شخص يحمل شيئا من هذا التراث، فقصد مصر بقصد أن يتلقى الرواية النبوية عن هذا الشخص. نعم. فذهب إلى هناك، وهذا الشخص كان يعمل مزارعا ولديه من الأبقار، فيقول عندما وصل وجده قد هيأ ثوبه على شكل أنه يحمل في ثوبه طعام للدابة بحيث يوحي إليها بأن ذلك طعام فتدنو منه حتى يأخذ بزمامها. فاعتبر هذا الشخص الذي ذهب إلى مصر بقصد أخذ الرواية، اعتبر هذا الشخص مدلسا، أنه دلس على الدابة حتى يأخذ بزمامها، فلم يأخذ عنه الرواية النبوية، لأنه اعتبر أن هذا المقدار يخل بالوثاقة. هذا الغش على هذا المستوى، حتى بهذا المستوى. لذلك تجد في الكبار مثلا أنه يستسهل مثلا أن يقول للولد أنت كاذب، وهذا غير جيد، هذه جريمة، هذا غير جيد، يحوله إلى كاذب حتى لو لم يكن كاذبا، لأن هذا الولد ربما لا يدرك معنى الكذب أصلا، ربما مخيلته هي التي أخذته إلى مكان، ربما لظرف من الظروف. لذلك روايات أهل البيت كما سنتعرض عن مولانا الإمام الكاظم عليه السلام يقول الضرب للبهائم، والإمام لا تضربه، الإمام الكاظم صلوات الله عليه، وهجره ولا تطل. في مقام التربية لا يحق لك أن تضرب ولدا. لذلك هنالك رواية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أحد الأطفال بال في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه المرأة وآذت الطفل فبكى، فقال النبي صلى الله عليه وآله إن ثوبي هذا يطهره الماء، لكن من يجبر كسر قلب ابني هذا؟ هذا الوعاء يمكن أن نستبدله، هذا الثوب يمكن أن نغسله، ولكن هذه المرارة التي أدخلت إلى هذا القلب من الذي يجبرها؟ يجب أن نخرجها. وهي إشارة نبوية إلى أن هذا الموضوع له أثر على امتداد حياة هذا الإنسان. فإذا في التعاطي لابد الإنسان يكون دقيقا. ثم بعض الآباء أو كبار السن مثلا يوحون إلى الطفل أنهم يحملون شيء من الحلوى لكي يدنو الطفل منهم، ثم يتبين أنه لا يوجد معهم شيء، هذا يؤدي إلى عدم ثقة الطفل بأي أحد. نعم، لأنه يعمل. لذلك عندما نقول أن التعاطي مع الولد تحتاج إلى نباهة وإلى تربية، يعني يجب نحن أن نتربى كيف نربي. أحسنت. وإلا نحن عمليا نشكل أداة طعن في المدرسة النبوية، يعني نكون من الذين يطعنون في تراث النبي وأهل بيته صلوات الله تعالى عليهم. شيخنا، من يحترق يعني من يعمل في حرفة وهو غير متمرس بها سيخرب أكثر مما يصلح. والتربية يعني أدق من الحرف. بما تبقى شيخنا من وقت، ماذا لدينا لنضيف يعني في من الأساسيات؟ نحن يعني وقفنا على ضفاف هذه الفترة من العمر. نعم. وما نريد أن نتحدث فيه أو عنه كخاتمة هي أن الأولوية المطلقة، نعم، عندما يهبنا الله سبحانه وتعالى ولدا ويصل هذا الولد إلى مرحلة الإنضاج وهي في السبعة الثانية، أن نعلم أن الهدف الأول والأساس أن نربطه بالثقلين، أن يرتبط الولد بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يرى أن كتاب الله هو كل شيء فيه تبيان لكل شيء. نعم. ثم نربطه ربطا حثيثا بأهل البيت صلوات الله تعالى عليهم، على قاعدة أنهم القرآن الفعلي الحقيقي الخارجي، هم ترجمان كتاب الله ووحي الله سبحانه وتعالى، وأن نغرس فيه حب إرضاء إمام الزمان صلوات الله تعالى عليه. هذا التكليف الأول والأساس. نعم. ثم إن وفق لمدرج علمي فهو فضل على فضل، إن وفق لمكانة اجتماعية فهو جيد، لكن الأصل الحقيقي أن يوفق لأن يكون مؤمنا، أن يوفق ليكون إلهيا، يعني أن أوفق لأن أنتج إنسانا هو من أهل الجنة. أحسنت. ولا طريق لذلك إلا أن يتمسك المرء بالثقلين،
لذلك هذا هو الهدف. إذا أردت مستقبلا لولدك، إذا أردت له أن يكون سعيدا، أن يكون كريما، أن يكون عزيزا، فلا طريق إلى ذلك إلا أن يكون إنسانا متعلقا بأهداب التمهيد لدولة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا كان كذلك فهو سيستشعر الحاجة إلى التعلم، والحاجة إلى بذل الجهد، والحاجة إلى أن يكون فاعلا، والحاجة لأن يكون نشطا، والحاجة لأن يؤسس ويبني، ويستشعر الحاجة لأن يكون عارفا بعلاقته مع الآخرين التي ترضي الله سبحانه وتعالى. وإلا ما نفع أن أنتج ولدا على مستوى العلم والمعرفة هو من المحاضرين في أرقى الجامعات، لكنه على المستوى الإنساني والأخلاقي والقيمي هو إنسان ساقط. هنا القضية. أي مستقبل هذا؟ هنا هي القضية. المستقبل الحقيقي أن أفتخر بأنني قدمت إلى طريق جنان الله سبحانه وتعالى رجل يثقل الأرض بكلمة لا إله إلا الله. أحسنتم شيخ مهدي أبو زيد، حدثتمونا عن الطفل والشاب في السبعة الثانية من عمره، من الثامنة حتى الرابعة عشرة تقريبا. أرفع لكم جزيل الشكر لما تفضلتم به، وأرفع شكري الجزيل أيضا إلى السادة الأفاضل الذين واكبونا في هذه الحلقة. على أمل الملتقى إن شاء الله في موعد لاحق، أستودعكم عنايته سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.